الكرة في وسط الملعب إلى انتاي، انتاي يحاول يرسل كرة إلى ناحية اليسرى، موتاري استلام، موتاري محاولة، متابع من جانب معتز، أرسل الكرة والانطلاقة تعود إلى محمد فؤاد، يحاول فيها، يفضل عودة الكرة إلى الخلف، يمشي كرة إلى برادريج، برادريج يصوب، أوبا! سلامي على العين، وسلامي على الباحة، الله يا برادريج، قنبلة تسكن شباك العويس من جانبي فيليب برادريج، يا له من تسديدة، يا له من جول، برادريج على طول، وهنا السعادة على المدرب بابلو ماشين، شوف الكرة، شوف لمسة، الله برادريج في واحد من أجمل الأهداف في هذه الجولة، برادريج وضع الكرة في التسعين على طول، صعبة على العويس، صعبة صعبة على العويس، البارحة كانت صعبة على شتيغن والآن صعبة كذلك على العويس، سجل برادريج.